شيخ هو شخص يكون كيف أقول ينزل مني في بعض الأحيان بشهوة بالنظر أو بالمحادثة أي يعني أي فهل يجب عليه قضاء رمضان صحيح أم خاطئ؟ طيب يا ولدي هذا اللي في نهار رمضان. نعم إذا تعمد يا ولدي محمد إذا تعمد الصائم أن يعني أن يفعل ما يؤدي إلى يعني إلى إخراجه لما ذكرت يعني فهذا مفسد لصومه لذلك اليوم وهو آثم في ذلك لأن الله تعالى حرم هذا في حال الصوم وكذلك في غير الصوم هذا مضر ما يسمى بالعادة السرية عند الشباب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فهذا ترك طعامه وشرابه لكن لم يدع شهوته فقرن الله تعالى للشهوة مع الطعام والشراب دليل أنها مثل في الحكم فهذا يفسد الصوم وعليه أن يصوم يوما بدله وأيضا إذا فعله في أثناء اليوم فإنه يجب عليه الإمساك إلى الليل ما يجوز يقول والله أنا فعلته الضحى فعلت هذه العادة الضحى خلاص أنا سأكل وأشرب إلى الليل ما دام أن صوم هذا اليوم فسد لا فعله غير صحيح بل يجب عليه الإمساك شيخ تفضل بالسؤال أوكي إذا قال لي أنا بطعم صائم وخلاص ما علي القضاء لا لا يا محمد يجب عليه القضاء ما يجوز اللي يطعم صائم هو الإنسان الذي لا يستطيع أن يقضي المريض ونحوه اللي ما يستطيع أن يقضي أما هو يجب عليه القضاء والتوبة لا يجوز أن يفعل ذلك لا هو صائم ولا